الله معكم. من بداية حياتنا البشرية الله زرع فينا طاقات لا تعد ولا تحصى، طاقات إنسانية، طاقات علمية، طاقات ثقافية، طاقات حضارية، وعطانا مواهب ولا أجمل. مع كل هالطاقات ومع كل هالمواهب حالتنا حالة، لأنه مش بس استعملناها غلط كمان استعملناها ضده. هالشي وصلنا لمطرح مش حلو كتير، تفكك بالعيال عم بيزيد، الخوف عم ينمى، القلق عم بيكبر، والإشاعات والكذب بمعظم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت كل القيم. شعبنا ما بقى عم بيصدق شيء، والإنسان صار عم بينائر خياله وعيش حالة ضياع وفراغ. كتار جربوا يثبتوا إنهم مش بحاجة لله بحياتهم، وإنهم قادرين على التصرف بقدرتهم الذاتية. وصلوا للفراغ، وصلوا لليأس، وصلوا للاستسلام والضياع. هالفوضى اللي عم بتعم حياتنا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية والدينية، ما في شي بيصلحها إلا إعلام مسؤول. تيلي لونيير، حدكم باقي، حدكم تتقلكم شو ما كانت الصعوبات، ما في شي مستحيل عند الله. باقي حدكم لتقول إنه جوهر الحياة هو الحب، ضلوا حبوا شو ما صار. سلاح الحب بيصنع المعجزات. من 29 سنة وكل سنة بتقولوا لتيلومير ونورسات ينعاد عليك عيدك. هالسنة تيلومير ونورسات وكل فضائياتها بتقلكن تنعاد عليكن العنصرة، تنعاد عليكن عنصرة حب، تنعاد عليكن عنصرة فرح وبحبوحة، تنعاد عليكن عنصرة سلام مع الله ومع بعضنا البعض. بصلاتكن، بصلاتكن معنا ومع تيلي لونيير، إن شاء الله روح العنصرة بتشيل هالبلبلة اللي عايشينا وبتجدد وجه الأرض. كل عيد وأنتم بخير.